أشارت جوان لاي إلى أن شي بايبوا هي آخر مركز قيادي ريفي لرئيس اللجنة المركزية لحزب ماو زي دونغ قبل دخول بكين وتحرير كامل الصين. من هنا قاد المعارك الثلاثة وعقد الدورة الكاملة الثانية للجنة المركزية السابعة للحزب. جاء الرفيق شي جين بينغ إلى شي بايبوا في جولة تفقدية وقال للكوادر الحزبية والجماهير: بعد الانتصار في الحرب ضد اليابان، واجهت الصين اختيارا بين مصيرين ومستقبلين. التزم تشانغ كاي شيك بسياسته الدكتاتورية عبر الحرب الأهلية، وبمساعدة الولايات المتحدة استولى على المناطق الاستراتيجية، واستغل حزب الكومينتانغ الفرصة لانتزاع ممتلكات الشعب. في أغسطس عام 1945 اتصل تشانغ كاي شيك بيان آن ثلاث مرات متتالية، ودعا ماو زي دونغ إلى تشونغ تشينغ للتشاور حول الخطط الرئيسية. كان هدفه الحقيقي هو كسب الوقت للاستعداد للحرب الأهلية. من أجل إنقاذ السلام لم يكترث لسلامته الشخصية، ذهب ماو زي دونغ إلى تشونغ تشينغ للتفاوض مع تشانغ كاي شيك. في 28 من أغسطس من عام 1945 هبطت طائرة ببطء في مطار تيو لونغ بوا بتشونغ تشينغ. كان ماو زي دونغ أول من خرج من الكابينة. أشاد الناس بشجاعته الكبيرة. بعد مرور 43 يوما من المفاوضات، وقع الكومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني على اتفاقية 10 من أكتوبر. أثناء المفاوضات أعطى ماو زي دونغ لصديقه القديم ليو ياتزي كما طلب قصيدة شعرية بخط يده بعنوان تشينغ يوان تشون الثل، التي نظمها في فبراير من عام 1936، ما تسبب في حدوث ضجة كبيرة في تشونغ تشينغ. جاء في سطور الشعر: يعرف العظماء في العصر الحالي، ما يظهر أن الشعب هم العظماء والقوة التي تحدد مصير البلاد. في يونيو عام 1946 مزق تشانغ كاي شيك اتفاقية 10 من أكتوبر، وشن حربا أهلية شاملة بدءا من الهجوم على المنطقة المحررة وسط الصين. كانت قوة الجانبين متفاوتة جدا آنذاك. يبلغ إجمالي قوة جيش التحرير الشعبي 1,027,000، بينما بلغت أعداد قوات الكومينتانغ 4,300,000 جندي. في يان آن قال ماو زي دونغ للصحفية الأمريكية آنا لويز سترونغ: كل الرجعيين نمور من ورق. من منظور طويل المدى لا تنتمي القوة الحقيقية إلى الرجعيين، بل تنتمي إلى الشعب. نجح جيش التحرير الشعبي في اختراق وسط الصين، انتصر في المعارك السبع بجيانسو ومعركة دينغتاو، مما أفشل هجوم قوات الكومينتانغ بشكل كامل. نتيجة لذلك شنت قوات الكومينتانغ هجوما رئيسيا على شمالي شانشي والمناطق المحررة في شاندونغ. كان يتمركز أكثر من 20,000 جندي من جيش التحرير الشعبي في منطقة شمال شانشي، وهي مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بينما أرسل حزب الكومينتانغ 250,000 جندي للهجوم عليه. قال ماو زي دونغ: لا داعي أن نهتم كثيرا بكسب أو فقدان مدينة أو منطقة، بل علينا استبدال يان آن بالصين أكملها. انسحب ماو زي دونغ وتشو أن لاي أخيرا من يان آن. دخلت قوة هو زونغ نانغ يان آن، كما ذهب تشانغ كاي شيك إلى يان آن في جولة تفقدية. مع ذلك كل ما حصل عليه هو مدينة خاوية.
قاد ماو زي دونغ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والقيادة العامة لجيش التحرير الشعبي في خوض المعارك من خلال التنقل بين الوديان الشاسعة بهضبة اللوز، وقاد حزب التحرير في شمال غربي الصين والصين بأكملها. ذات مرة تعرضت سيارة ماو زي دونغ للقصف من قبل طائرات العدو، في طريق التنقل عرف ماو زي دونغ الأعمال البطولية لليو خولان سكرتيرة جمعية النساء لإنقاذ الوطن في قرية يوين جوشي. في يناير من عام 1947 حاصرت قوات الكومينتانغ هذه القرية الصغيرة أمام مقصلة العدو، وكانت ليو هولان شجاعة لم تستسلم فاستشهدت ببسالة. سأل ماو زي دونغ هل هي عضو في الحزب الشيوعي الصيني؟ أجاب رين بيشي كانت عضوا مميزا في الحزب عمرها 15 سنة فقط. تأثر ماو زي دونغ بعمق وكتب 4 كلمات: حياتها عظيمة وموتها مشرف. لم يمض وقت طويل حتى تحررت القرية. في ساحة المعركة الشمالية الغربية استخدم الجيش الميداني الشمالي الغربي بقيادة بونغ داهواي وشي جونغ شوين تكتيك الفطر للتعامل مع قوات العدو ليحقق 3 انتصارات متتالية، مما أدى إلى استقرار الأوضاع الحربية في شمال شانشي. في ساحة معركة شاندونغ قاد تشن يي وسو يو الجيش الميداني بشرق الصين لإطلاق معركة مينغ ليانغبو، وتم القضاء على 74 التي تعد واحدة من القوات 5 الرئيسية لقوات الكومينتانغ، وتم قتل قائد الفرقة تشانغ لينغ فو. في ذروة المعارك منعت مياه نهر ون المتدفقة تقدم 1 الوحدات من الجيش الميداني، وسرعان ما قامت أكثر من 30 امرأة محلية بخلع أبواب منازلهن على الفور، وقفزن في النهر البارد وشكلن جسرا بشريا على أكتافهن. انهمرت دموع الجنود وهرولوا على الجسر العائم المميز. في يوليو من عام 1947 عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا في محافظة تشينغ بيانغ بشمال شانشي، وقررت توجيه المعارك إلى المناطق الواقعة تحت حكم حزب الكومينتانغ. وبعد ذلك تحول جيش التحرير الشعبي من الدفاع الاستراتيجي إلى الهجوم الاستراتيجي. قاد ليو بو تشانغ ودانغ شياو بينغ الجيش الميداني بشانشي وخبي وشاندون وخنان لعبور النهر الأصفر عنوة والتقدم إلى جبال تابي، مما فتح مقدمة للهجوم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي. على مختلف ساحات القتال تتعاون قوات جيش التحرير الشعبي 3 في احتواء الجناحين والتفاعل بين الداخل والخارج، مما شكل الوضع العام للهجوم الاستراتيجي. أشار ماو زي دونغ إلى أن هذه هي نقطة التحول من التطور إلى القضاء على حكم تشانغ كاي شيك المعادل للثورة منذ 20 عاما وحكم الإمبريالية في الصين الذي استمر لأكثر من قرن.
شهدت المناطق الخاضعة لحكم حزب الكومينتانغ انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً سريعاً للأسعار، كما ارتكب جواسيس الكومينتانغ جرائم اغتيال بحق الديمقراطيين لي غونغ بو وون يي دوا. شارك الطلاب الوطنيون والديمقراطيون بشجاعة في محاربة الجوع والحرب الأهلية والاضطهاد، وشكلوا الجبهة الثانية بالتعاون مع حرب التحرير الشعبية، ما وضع حزب الكومينتان في حصار الشعب الصيني كله. في يونيو من عام 1947 عقدت لجنة الأعمال المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعاً وطنياً للأراضي في شي باي بوا، وصاغت مخطط قانون الأراضي الصيني، والذي تم الإعلان عنه بموافقة اللجنة المركزية للحزب في أكتوبر من نفس العام. بذلك تم تنفيذ الإصلاح الزراعي وإلغاء نظام ملكية الأراضي الإقطاعي، وأصبح غالبية المزارعين أصحاب الأرض. انضم أهالي المناطق المحررة بشكل نشط إلى الجيش وشاركوا في دعم الجبهات. كان الجنود العاديون في قوات الكومينتانغ مزارعين في الأصل، وانضم الكثير منهم إلى صفوف جيش التحرير الشعبي بعد وقوعهم في الأسر. في ديسمبر من عام 1947 عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعاً في محافظة ميتشي بشمال شانشي، صاغت فيه خطة عمل إسقاط تشان كايشيك وتحرير كامل الصين. تم طرح المبادئ العسكرية العشرة الشهيرة، وجوهرها حشد القوات المتفوقة للقضاء على العدو فرادى. في 25 من مايو عام 1948 أثناء معركة تحرير محافظة لونغهوا، هرع رئيس الفئة دونغ سون روي إلى أسفل الجسر حيث كان العدو عليه، وثبت حزمة الديناميت بيديه على الجسر لفتح طريق النصر عبر التضحية بنفسه. مع تطور الوضع الحربي بدأت معارك استراتيجية كبيرة وحاسمة على أرض الصين. في 12 من سبتمبر عام 1948 بدأت معركة لياوشان. وفق الاستراتيجية اللجنة العسكرية المركزية، كان هدف المعركة الأولى في تشينشو محاصرة مجموعات القوات القوية للكومينتانغ في شمال شرقي الصين. ذهب تشور وي قائد المدفعية في الجيش الميداني الشمالي الشرقي شخصيا إلى الجبهة، حيث ضحى بنفسه، وكان من أعلى قادة جيش التحرير الشعبي الذين ضحوا بأرواحهم في حرب التحرير من حيث الرتبة العسكرية. بدأت معركة تشينشو بتوجيه من علم المعركة، تقدمت فصيلة الاختراق إلى الأمام بشجاعة. استشهد حامل العلم تشو وان لين فور صعوده إلى أعلى سور المدينة. رفع العريف تشاو هونغ شوان العلم وواصل التقدم، لكنه استشهد تحت نيران المدفع، فأمسك قائد الفصيل ليو تشين العلم وهرع إلى نقطة الاختراق واستشهد. فنصب الجندي ليو مين العلم في المرة الرابعة، وحدث كل ذلك في حدود 3 دقائق. استمرت معركة لياوشان 52 يوما، حيث تم القضاء على 472 ألفا من الأعداء، وتحرر شمال شرقي البلاد بأكمله. بدأت المعركة الثانية من المعارك الاستراتيجية الحاسمة، معركة هواي هاي. في
从一零到下是在以邓小平同志为书记的总前卫统一领导和指挥下，华东野战军、中原野战军和地方兵团密切配合下，向长江以北将军的驻地进行了一次战略性的打击。في ساحة معركة هواي هاي كان قوام جيش التحرير الشعبي 600,000 مقاتل مقابل 800,000 مقاتل لقوات الكومنتان. حشد جيش التحرير الشعبي قواته المتفوقة وقضى على مجموعات هوانغ باي تاو وهوانغ وي ودو يوي مينغ على التوالي، مما خلق معجزة القليل يغلب الكثير. 毛主席啊，一个很形象的一个说法啊，这是一次没有举手的饭，可是我们二爷三爷能把它吃下去了。استمرت معركة هواي هاي 66 يوما، تم فيها القضاء على أكثر من 555 ألفا من الأعداء، مما دفع جبهة حرب التحرير إلى شمال نهر اليانسي. إرسال آخر صحن من الأرز كغذاء للجيش، وإرسال آخر بقعة من القماش لصنع الزي العسكري، ووضع آخر سترة مبطنة بالقطن على نقالة، وإرسال آخر ذرية إلى ساحة المعركة. قال المارشال تشاني إن الانتصار في معركة هواي هاي يرجع إلى الإمدادات التي قدمها الجماهير بالعربات الصغيرة. خلال معركة هواي هاي تم إرسال 5,430,000 عامل من مختلف المناطق المحررة. إنها حرب شعبية حقيقية. في شمال الصين أطلق الجيش الميداني الشمال شرقي والجيش الميداني بشمال الصين معركة بكين تيانجين. كان من المعروف أن دفاعات مدينة تيانجين حصينة، بيد أن جيش التحرير الشعبي سيطر عليها بعد 29 ساعة فقط على انطلاقة الهجوم النهائي. بعد 29 ساعة من القتال تم تحرير تيانجين، وأصبحت قوات الإبادة بشمالي الصين تحت قيادة فو زوايي لقوات الكومينتانغ البالغ عدد مقاتليها 200,000، والتي تتمركز في بكين محاصرة من قبل مليون مقاتل من جيش التحرير الشعبي. من أجل إنقاذ هذه المدينة العريقة من الحرب، أجرى جيش التحرير الشعبي مفاوضات مع قوات فو زوايي. كانت فو تونغ تشي ابنة فو زويي الكبرى عضوا سريا في الحزب الشيوعي الصيني، وأرسلها الحزب إلى بكين لإقناع والدها بقبول شروط السلام. بفضل استمرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي في محاولات الإقناع، وافق فو زويي على الشروط التي طرحها جيش التحرير الشعبي، وتم تحرير بكين سلمية. في 3 فبراير قام جيش التحرير الشعبي مراسم كبيرة لدخول مدينة بكين. كانت تونغ تياو مينغ شيا منطقة لسفارات القوى الغربية، ولا يسمح للصينيين بدخولها، بيد أن جيش التحرير الشعبي الصيني مر عبرها مسلحا ومتحفزا وفقا لأوامر الرئيس ماو زي تونغ. ويدل ذلك على أن تاريخ غطرسة القوى الغربية في الصين ولا إلى الأبد.
بعد المعارك الثلاث الكبرى تم القضاء على أكثر من 1,540,000 جندي من قوات الكومينتانغ، حيث تم تدمير قوتها العسكرية الرئيسية المحافظة على حكمها الرجعي. في نهاية عام 1948 أصدر ماو زي دون خطاباً بمناسبة رأس السنة الجديدة تحت عنوان مواصلة الثورة حتى النهاية. في أبريل عام 1949 رفضت حكومة الكومينتانغ التوقيع على اتفاق السلام داخل البلاد الذي توصل إليه الجانبان المتضادان. أصدر ماو زي دونغ وتودا أمر التقدم إلى جميع أنحاء البلاد. شن جيش التحرير الشعبي معركة عبور نهر اليانسي. اتجه القارب الهجومي إلى الأمام وسط وابل من الرصاص، وتفاجأ الجنود عندما وجدوا أن قائدة الدفة كانت فتاة صغيرة. في 23 من أبريل من عام 1949 ارتفع العلم الأحمر لجيش التحرير الشعبي على القصر الرئاسي بنانجين، فأسقط حكم الكومينتانغ الرجعي. في فيلا شوانغ جينغ بجبل شيانغشانغ في بكين أمسك ماو زي دونغ الصحيفة التي لاح فيها عنوان تحرير نانجينغ لافتا للنظر. التقط المصور شيو شياوبينغ صورة لهذه اللحظة التاريخية. كتب ماو زي دونغ مقطوعة مشهورة ذات وزن سباعي تحت عنوان جيش التحرير الشعبي يسيطر على نانجينغ. بدأت معركة شنغهاي التي تكتظ بالسكان وتتركز فيها الصناعة والتجارة. لذلك أصدرت القيادات على المستويات كافة أوامرها بعد دخول أحياء المدينة لا يسمح باستخدام المدفعية والمتفجرات باستثناء الأسلحة الخفيفة. ترك الأسلحة الثقيلة يعني زيادة الإصابات. فعند جسر سيت شوان لو كانت طلقات الأعداء جنونية أدت إلى سقوط عدد كبير من جيش التحرير الشعبي الذي ترك الأسلحة الثقيلة لحماية الأبرياء. تحررت شنغهاي وضحى ما يقرب من 8,000 جندي بأرواحهم من أجل ذلك. بعثت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برسالة تهنئة إلى الجبهة الأمامية بشنغهاي، كتب فيها تحيا شنغهاي الجديدة، تحيا الصين الجديدة الحرة المستقلة.
الخلود لشهداء تحرير شنغهاي. يواصل جيش التحرير الشعبي مسيرته إلى أرجاء البلاد كافة لتحرير أراضيها الشاسعة. في بكين كتب ماو زيدونغ كلمات انتصار الشعب على ألبوم الرسوم الكبيرة، سجل إنجازات حرب التحرير الشعبي طوال 3 أعوام.祝福心，为业征途。